السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في الداخل والخارج. هذه نشرة أخبارنا الرئيسة الثالثة لهذا اليوم مستهلها مع محمد. فخامة رئيس الجمهورية يلقي كلمة هامة إلى أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج من مقر إقامته بالرياض. ملايين اليمنيين يشاركون يوم غد في جمعة الحمد والشكر لله على سلامة رئيس الجمهورية وكبار قادة الدولة. الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان برئاسة نجيب ميقاتي بعد 3 أيام من المناقشات حول بيانها الوزارية. السلام عليك يا وطني الحبيب ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. فيما يلي نشرة الأخبار استهلها بسم الله الرحمن الرحيم.